زينة الموائد في شهر رمضان هو التمر، والسعيد مثل وايد ناس معتاد على أكل التمر وما يعرف كل فوائده. الإفطار على التمر هو سنة نبوية شريفة، وللحين نكتشف أشياء عن هالتمر المباركة. التمر هو عبارة عن حبة طاقة مركزة، وتعطي الجسم النشاط بعد نهار طويل من الصيام. كل 7 حبات متوسطة من التمر فيها 315 سعرة حرارية، ووايد مكونات مفيدة لجسم الإنسان. وعد معي يا سعيد، البوتاسيوم اللي ينظم عمل القلب ويحسن أداء الأعصاب والعضلات، المغنيسيوم اللي يقوي العظام والمناعة، السيلينيوم وهو مضاد للأكسدة، عائلة الفيتامين بي، وبعد الفيتامين سي. ولما تأكل التمر على جوع الجسم يستفيد أكثر من هذه المعادن والفيتامينات، وبما أن التمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف فهو يساعد الجهاز الهضمي عند الإفطار. وصحيح أنه غني بالجلوكوز والسكروز، لكن التمر مفيد لمرضى السكر في رمضان لأنه ما يسبب الارتفاع الحاد للسكر في الدم، شرط تناول من حبة إلى 3 حبات في اليوم. التمر غذاء كامل وصحي، ولكن من الضروري الاعتدال في تناوله عشان تستفيدون من كل فوائده. رمضانكم كريم، وعساكم دوم صحة وسعادة.